الفاكتور. الفاكتور معي كوتر. مرحبا بك كوتر. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام كوتر. وكوتر اليوم بغيتي تتصلي بالوالده ديالك، اشنو بغيتي تقولي للوالده ديالك اليوم كوتر؟ انا عندي اعز انسانه عندي بطبيعه الحال. بطبيعه الحال الا ما بغيتيش. لا بغيت. شنو بغيتي تقولي لها؟ بغيت نقول لها ملي كنبغيها بزاف وكنموت عليها بزاف، والله يخليها لينا وديما تشفق راسنا ان شاء الله. تبارك الله ما شاء الله، عندها 62 سنه. حنا نتصلوا بها دابا كيف عارفه، غادي نحاولوا نديروا لها مفاجاه ان شاء الله. كنقولوا ديما نحاولوا، غير تسالي الاغنيه اللي غنقدموا ليها غتدخلي وتهضري معها. واخا صافي واخا. شكرا شكرا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدايرة الحاجة نعيمة؟ بخير والحمد لله. كلشي مزيان لالا؟ عرفتي شكون اللي معاك؟ ما عرفتش شكون معايا. معاك البوسطة ديال سقراط في الدار البيضاء. مرحبا. لا كان عندنا واحد الكلية ديالكم وصلاتكم ساعة ما لقاو حتى شي واحد في الدار ورجعت لينا. لا راه ما كاينينش حنا في الدار، داكشي علاش. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بان ليا. دابا هاد الكلية بغيت نعرف أنا من عند من جات، حيت ما عنديش هنا، عندي غير مكتوبة غير مدام نعيمة ونمرة الهاتف ديالك. ولكن ما عرفناش منين مشات، غير يمكن لك تعطيني غير الحرف الأول ديال بطاقة التعريف ديالك باش يمكن لي نفتحها ونقول لك منين جاية. شحال الحرف الأول؟ هو الحرف الأول. لا البطاقة الوطنية ديالي. غير الحرف الأول ديالها. أم. أوكي. خليك معايا. هذه عبارة عن كلية موسيقية، ما عرفتوش شنو هي كلية موسيقية. هذه واحد التطبيق جديد ديالنا. خليك معايا. ياك يا قول الماما انا نبغيها، هي احسن حاجة كاينة في هذا العالم. واخا ندوي ما نرجع ليها، قالي درتي على قبل بنتك يا سلام. اليوم لالا نعيمة كوتر باغا تقول ليك باللي انتي ضوينيها وكات حماق عليك. الله يرحم الوليد كوتر شدك من الايد جامية تتخلى لي. كوتر بنتي يا بي كوتر باللي انتي ضوعينيها وكات حماق عليك. الله يرحم الوليد كوتر شدك من الايد جامية تتخلى لي. الله الله يا بنتي كوتر كوتر. هذه على بنتك بنتي كوثر. هذه بنتي كوثر الله يرضي عليها الله يرضي عليها. ما يخرجش برضه يغطيها برضه. الو وي الو ماما. الو كوثر قدام المغاربه كاملين كنقول لك كنبغيك بزاف كنبغيك بزاف. انت اعز انسانه عندي واحسن انسانه عندي واعز ليا من الروح ديالي. الله يخليك لينا ويخليك تاج. الله يخليك لينا ويخليك تاج فوق راسنا. والله يرحم الوالد ديالك اللي هو جدي اعز انسان حتى هو الله يرحمه ونعمة تربية. ولد لينا واحد إنسانة حنينة الله يخليك لينا والله يفرحك والله يخليك ديما بصحيحتك. أنا بنتي أنا الله يخليك ليا ويطول لك عمرك وتشوفك تربيتي وليداتك إن شاء الله. اللهم آمين. ماما يا ربي فرشك برضا بنتي ومغطياك برضا فرشك برضا مدام نعيمة برضا بنيتي. نعم. راك أنت ماشي مع البوسطة ولكن أنت مباشرة على شادي فهم وبنتك كوتر بغات ديرلك هاد المفاجأة. تفضلي خاتي نعيمة. أهلا لالا نعيمة السمية العزيزة. أهلا. معاك نعيمة إلياس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحسن ممثلة عزيزة هي. الله يحفظك يا حبيبة. أنا كنعرفك من أيام عبد الرزاق البدوي. الله يرحمه الله يرحمه عبد القادر البدوي. الله يرحمه ويجعل البركة في وليداته وفي الأخ ديالو. الله يرحمه مسكين شحال كان عزيز عليا. ملي كنشوفك كنقول لهم المرأة المثالية. الله يحفظك على لالا. الله يخليك لوليداتها. شكرا. الدور ديالها بكل شيء كيعجبني. الله يحفظك لاله ويخلي لك الله الله يسلمك. الله يخلي لك بنيتك وتبارك الله عليك. وهذه نعم التربيه انها مرضيه والحمد لله اللي كاينين بحال هاد البنات. الله يحفظك ليهم. فوالا شكرا بزاف. الله يخليكم بعضياتكم نعيمه وكوثر. امين شكرا تبارك الله عليكم. شكرا موصول لكم نتوما لشدا اف ام
بالواحد بالواحد كلكم، الله يرضى عليكم، الله يخلص فيكم على خير، الله ينوركم وينور طريقكم. شكرا، الله يحفظك.